العاصمة استقبل الوفاق الصطايفي صاحب المعنويات المرتفعة بعد النتائج الإيجابية المحققة في رابطة أبطال إفريقيا وفرحة الملاقاة بين لاعبي الاتحاد واللاعب السابق في الاتحاد أحمد قاسمي. المباراة لعبت تحت إدارة الحكم محمد سعيدي. البداية كانت للاتحاد عن طريق مخالفة بن موسى، وجدت ردا من قبل الوفاق والنصر الصطيفي عن طريق المتألق والمايسترو بالعميل. الوفاق دائما حاول تسجيل على الجهة اليمنى بفضل اللاعب العميري وأيضا جحنيط ونشاط الخط الهجومي. الكرة كانت في منطقة جزاء اتحاد العاصمة والحكم يعلن عن ضربة جزاء شرعية وواضحة بعدما لمست الكرة اللاعب نسيم بوشاما في يده. ضربة جزاء الوفاق تولى تنفيذها اللاعب جحنيط أمام حنكة وخبرة الحارس زيماموش، لكن جحنيط يوفق في تحويل ضربة الجزاء إلى هدف السبق للوفاق. الوفاق الذي يحتفل كالعادة بأهدافه بهذه الطريقة ويشاطر الفرحة أنصاره. بن موسى حاول هذه المرة أن يرد من وسط الميدان بتسديدة قوية، لكن الحارس بلهاني تألق في اللقاء. نفس الحارس وجد نفسه مجبرا على التعامل مع هذه الكرة التي كادت أن تخدع دفاع الوفاق. لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد للوفاق وسط احتجاجات لاعبي اتحاد العاصمة. سجله جحنيط للوفاق في الدقيقة 15 بعد تنفيذ ضربة جزاء صحيحة وشرعية. شكرا، نلتقي. في الشوط الثاني الاتحاد دخل أكثر تركيزا ولعب على الأروقة على الجهة اليمنى واليسرى، وهذه المرة كان الدور على اللاعب المتألق في صفوف الاتحاد أندريا بهذا التوغل، وفي الأخير يتحصل على ضربة جزاء احتج عليها كثيرا لاعبو الوفاق الصطيفي بما أن الكرة لم تلمس يد اللاعب ملولي. يشير الحكم إلى ضربة جزاء، سنشاهد هيا أندريا. لا 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 أبدا، سليم وغير صحيح. الكرة في الصدر، في الصدر أندريا، واليدين إلى الوراء من ملولي، ولا نعرف كيف كان هذا القرار ومن وحي الخيال. مع ذلك ضربة الجزاء لعبت ونفذت من قبل مفتاح أمام الحارس المتألق بالهاني، مفتاح يسجل هدف التعادل. لتتواصل المباراة ويتواصل الضغط الاتحاد، وهذه المرة ناجي يضيع وجها لوجه. الاتحاد حاول أن يسجل عن كرات عديدة، لكن الحارس بالهاني أدى مباراة كبيرة وأنقذ الوفاق في العديد من المرات. قاسمي هو الآخر كاد أن يرجح الكفة للوفاق وتبعه في ذلك ملولي، لكن من دون جدوى، لتنتهي المباراة وسط احتجاج لاعبي الاتحاد والوفاق على أداء الحكم محمد سعيد. بطاقة صفراء للزيايا الذي تدخل الاحتجاج للحكم السيد سعيد من حقه. مانيش راضي كثير لأنه كانت لدينا بعض الفرص والحالات في الدقائق الأخيرة باه نسجلوا نعودوا بالفوز كاريمون، ولكن نظن اداء لاعبينا اليوم كان بطولي ورجولي. سي تان تري بون ماتش سورتو اون دوزيام ايتون اون ا بيان رياجي اون ا في ان تري تري بون ماتش دوزيام ايتون خص غير لو بيت دوزيام وين ما جاش، مي اوني ساتيسفي بروندمون كاع تاع لي جوار. والاستجوابات كانت للزميل محمد جمال. ربما على غير العادة سأبدأ بالتحكيم لأنه يلفت للانتباه في هذه المباراة. وقبل أن نعود للقطة التي كانت رح نقول محل شكلك، كانت واضحة على فكرة، سنعود لها فقط. شاهدنا اللعب خشن في هذه المباراة وثنائيات كثيرة، ما يش عارف إن الحكم كان عنده دور وكان قادر يحبس هالثنائيات منذ البداية بمنح بعض البطاقات الصفراء، أم أنه شيء عادي في بعض الأحيان الريتم يفرض عليك أنك تخلي المباراة تلعب.
لا كانت شفنا المباراة وكان اللعب فيه خشونة في بعض الأحيان، الخشونة تعدات اللزوم تاعها. وين خلى مبدأ الأفضلية؟ تخلي مبدأ الأفضلية لما تجيب فايدة، ما تخليش مبدأ الأفضلية وين ينوض اللعب الخشن اللعب الخطير. يعني شفنا وين لاعبين ساقطين في الأرض وفيه هجوم معاكس، هو عنده مخالفة وما علنوش عن المخالفة وقع هجوم معاكس ثم يعود للمخالفة في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يعود كتير متخلف. يعني ترك ما شفنا ثلث بطاقات، وزع ثلث بطاقات كرة ما كانتش في اللعب، ماشي على اللعب، الزيايا والزيماموش ولعب آخر أعطالهم لأن على احتجاج فقط. بالفعل. هنا وين متحكمش في المباراة كما ينبغي في ضربة الجزاء، بعدين نشوفوا اللقطات ونشوفوا ضربة الجزاء. ضربة الجزاء اللي وفاق سيف ضربة، إذا كان المخرج يورينا ها وسامي معنا في الثانية، يعني ضربة الجزاء الثانية. شوف اللاعب تاع الفاق سيف يديه وراء ظهره، هنا يبين لك باللي يا حكم انا لانتونسيون تاعي ولا القصد نيتي ولا القصد تاعي ما نضربش الكره هذه. واحد وين ضربت؟ شوف وين ضربت، شوف في الجهه اليسرى من الصدر، الجهه اليسرى، حتى ولو ضربت في يده، حتى ولو ما فيش ضربه جزاء، لان نيه اللاعب لم تكن القصد ضرب الكره. هنا وين يعني هنا شوف وين ضربت، شوف وين ضربت الكره باكملها في الصدر، وبعد ذلك راحت للكتف، حتى ولو لمست يده ما فيش ضربه جزاء لان نيه اللاعب يده وراء ظهره. خلاص سيد زكريني تقدر تخلي يدك، يعني ضربه الجزاء في هذا ضربه الجزاء غير صحيحه، والخطا والحكم اخطا.